فهيد وانقل مكرونة الزملاء المعلقين الى الميدان. الرحيم ايها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشهيد في هذا المساء، في هذا المساء أيام الرموز، تحت رعاية هذه البطولة، تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. تابعت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة الكويت الفضائية والقنوات الناقلة، تابعت شوط الخنجر، شوط الخنجر ذهب مع نجود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع حجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. سلام يا الإمارات، سلام، سلام يا العاصفة، سلام، سلام يا غياث، سلام. ها هو الرمز الثاني، رمز أيضا الثنايا الجعادين، الكاس ينطلق على أرضية ميدان الشهيد في هذا المساء، في هذا الجو الشاعري الذي يكسو أرضية الميدان وسماء الميدان مباشرة. نسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط الحاسم على المقدمة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثاني مشرف لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن جابر بن فوران المري، ننتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث أشوف، أشوف وأرى اللي في المركز الثالث ملفت لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الرابع كفو لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. مضمر نجود بلاد تشوين يا نجود، خاطبنا مع الخنجر، قالت بلاد الإمارات يا بن حضيرم. ها هو نشوف وناخذ المركز الخامس، المركز الخامس مزعل لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، وترقبوا أيضا أيضا دخول إلى ساحة الأرقام، إلى ساحة الندى، وبالأخص إلى الخمس الأوائل، أن مسافتنا 8 كيلومتر. شوط كاس، شوط تحدي ما بين أصحاب السمو الشيوخ والأمراء والسعادة على أرضية ميدان الشهيد في هذا المهرجان، مهرجان وبطولة الكويت 17. أرى الآن لا زال على المقدمة الحاسم، الحاسم لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. لكن هنا تدخل من مشرف، مشرف بدأ يتشرف بمقدمة هذا الشوط لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. وفي المركز الثاني الحاسم لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات، دايلم واصل لهجن الشحانية ومضمر دايلم، المضمر العملاق، مضمر الجزر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع. نشوف وناخذ المركز الرابع، نشوف المركز الرابع، المركز الرابع ملفت لهجن الشحانية أيضا بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل، وصل دنان، دنان وصل إلى المركز الخامس لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية على مقدمة هذا الشوط وعلى ظهر مشرف. يبى التشريف، يبى الكاس، يبى الناموس في هذا المساء. ها هي هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فوران المري. المركز الثاني الحاسم، الحاسم يبى أيضا يحسم الأمور.
ويهدي الفوز للمرة الثانية في هذا المساء لهجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة وجماهير هجن العاصفة. ها هي هجن العاصفة بقيادة المضمر المبدع دائما مع هجن العاصفة. ننتقل إلى المركز الثالث، دنان في المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات وصل لايق عليك لايق جميل، وانت لابس هذا الشعار الأدعم الشعار العنابي لايق، وانت لايق بهذا الشعار بهذا اللون العنابي. ها هو لايق في ركضك، لايق في شكلك، لايق في عرضك، يتسلل يتجول من مركز إلى مركز. المركز الثاني لايق لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، مزعل لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الخامس ملفت لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشكور يا صالح يا بن ناصر يا العيد، نحن قلنا لايق لكن اسمه لابق والامور لابجة مع الرموز مع التحدي مع المنافسة. لابق بدأ يلبق إلى المقدمة، بدأ يغير ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط متسللا على حساب زميله ورفيقه بنفس الشعار بنفس المالك. بس المضمر يختلف، لابق التضمير والتدريب والتشحيم لدى العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثاني مشرف لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي. يا ما سجل ذهب مع هذا الشعار مع هذه الهجن، هجن الشحانية سالم بن فوران المري. وفي المركز الثالث اذناد في المركز الثالث، اذناد وصل الى المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة المضمر الحوت محمد بن خالد العطية. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف ناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، وصل فجاج صاحب السجل الحافل صاحب الرموز يتسلل من مركز الى مركز. اول ندى فجاج، مرحبا يا فجاج، مرحبا يا حبيب الجماهير، يا حبيب جماهير هجن الشحانية، يا حبيب الجميع. يصل إلى المركز الرابع فجاج لهجن الشحانية بقيادة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري. دافع فجاج صاحب السجل الحافل من شاهدنا في هذه المؤسسة في هذه الامبراطورية دائما ينتزع الرموز الأشواط الرئيسية. فجاج إلى المركز الرابع. المركز الخامس ملفت لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة يا سلام. هجن الشحانية على أرضية الميدان ستة بنفس الشعار الأخوان، بس المضمرين يختلفون. ها هو لابق، لا زال لابق في أداء في عروضة في هذا المساء في هذا الجو الشاعري الجو الرياضي الذي بدت حطات المطار تنزل تنزل على أرضية ميدان الشهيد. رذاذ حلو، رذاذ خير في هذا المساء في هذا المساء في هذه البطولة، بطولة 17 لدولة الكويت لهذه الرياضة لهذه الرياضة. نشوفه هو لابق على المقدمة لهجن الشحانية. وصل صاحب الإنجازات العديدة. ها هو فجاج يفتش الصفوف من مركز إلى مركز، يتجول عصاته في الأبطان يترقب صوت السماعة أو أي حركة من المضمر جابر بن سالم بن فوران المري. مع فجاج
على المركز الثاني. المركز الثالث مزعل لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الرابع ملفت لهجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الخامس أيضا لهجن الشحانية واثنان بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. نروح مع المقدمة الكاس يقترب من هجن الشحانية بدون أي منافس على الإطلاق. المنافسة ما بين الإخوان المضمرين الوهيبي العطية أيضا بن فاران يتنافسون يا سلام. بدينا نتجاوز كيلو المتر الأخير كيلو الامتحان وها هي الهجن تعرف دائما الكيلو بدأت تسرع بدأت تطير بدأت تحلق على أجواء ميدان الشهيد في هذا المساء. ها هو الأدعم هذا والشعار العنابي أربعة أربعة على المقدمة أربعة خطر. يا سلام أرى أيضا دخول على المركز الخامس من هجن الرياسة شاهين غادم لهجن الرياسة بقيادة المضمر عوض بن مبارك المهيري. وصول شاهين إلى المركز الخامس في الكيلو الأخير فجان فج المركز الأول. يبى الكاس والعصا في الأبطان. شوفوا يا جماهير أرصد يا مصورنا العصا بدت الآن أوامر طفيفة بدت تحليق على أجواء ميدان الشهيد. ها هو فجاج يطير بالكاس عبر الخطوط القطرية إلى مطار الدولي مطار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المطار الدولي مع فجاج مع الكاس. تهانينا لجماهير هجن الشحانية تهانينا لمالك هجن الشحانية سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه. تهانينا من الأعماق تهانينا للمضمر الشبل جابر بن سالم بن فوران المري المركز الثاني ملفت لهجن الشحانية. المركز الثالث لابق لهجن الشحانية. وفي المركز الرابع مزعل لهجن الشحانية. المركز الخامس شاهين لهجن الرياسة. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام فجاج ينتزع الكاس مهدنا إلى مؤسسة هجن الشحانية. سلام يا الشحانية سلام يا الأدعم سلام يا الشبل سلام. تهانينا والناموس. نقول ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج لجميع حقيقة المشاركين. مبروك أيضا لحشان حاصل المركز الأول. فجاج نعم مبروك اللي حصل على الرمز توقيت 12 22 ثانية. مبروك بالفعل هجن الشحانية لهجاج بالحصول على المركز. فجاج لهجن الشحانية. انطلق الشوط طبعا الثالث الآن في هذا السباق. نقول المكرمون لزملاء المعلقين إلى الميدان.